النهارده رئيس النواب قال يجب الا ينام بعد 6 الصبح والكل يكون في الشارع بيشتغل. والله يا ريت يا دكتور عبد العال الناس تاخد بكلمتك. بس طبعا الناس هتاخد بكلمتك ازاي والمواطنين قاعدين على القهاوي لغايه 3 الفجر، وبرضه في نسبه بطاله بين الشباب وخريجي الجامعات والشباب حتى العاطل اللي بيشتغل في مهن ومش لاقي فرصه عمل. المسألة مش مجرد يعني أمر أو أوردر أو ملاحظة، المسألة لها علاقة بسوق العمل. سوق العمل هو البرلمان يجب أن يناقش سوق العمل. احنا الحكومة فكرت مرة انها تدي أجازة للموظفين لانهم مش بينتجوش. مواطن او العامل المصري والموظف معدل انتاجه ربع ساعة في اليوم، بينما المواطن في اليابان وفي الصين بيوصل لاكثر من 14 ساعة. يعني حتى 8 ساعات دي اللي بينص عليها قوانين ومواثيق العمل الدولية في الدول اللي عايزة تبني بسرعة ما بيقولكش 8 ساعات ايه. وانا حكيت قبل كده عن واقعة العامل الصيني اللي قاعد يعيط مش عايز ياخد اجازة عايز يشتغل. نفسي نبقى زي العامل ده. عشان كده الصين النهاردة بتغزو العالم بجد، بتغزو اوروبا وبتغزو امريكا وبتغزو افريقيا. الصين سيدة العالم في الانتاج وفي العمل. وانا قلت قبل كده مسألة هنا ملهاش علاقة عندهم بقى لا بدين ولا بدستور حتى، لا هو تركيبة العامل الصيني كده. مليار وداخلين في مليار ونص، يعني عدوا ربع سكان العالم، ومع ذلك عمل عمل. العمل عبادة، العمل عبادة. فأنا مبسوط من كلام الدكتور عبد العال، يجب ألا ينام أحد بعد 6 صباحا وكل الناس يكونوا في الشارع بيشتغلوا. وبعدين أعقد ده بسؤال لوزيرة البيئة السيدة ياسمين فؤاد اللي أنا مش عارف ما بنسمعش صوتها ليه. ويا دكتورة ياسمين أو ياسمين هانم معالي الوزيرة إحنا بنحاول نكلمك كتير جدا وما بترديش. الله يمسيه بالخير الدكتور خالد كان بيرد الوزير البيئة السابق. فأرجوكي يا تعملي متحدث يا تردي، لأن في كوارث بيئية في مصر وما عندكيش لا مكتب إعلامي بيرد ولا متحدث إعلامي ولا مكتبك ولا حضرتك. ما نلاقي النهاردة في أسيوط الناس مخنوقة، وفي ناس يا عيني عندهم حسيت صدر بعتلي رسالة على الصفحة في أسيوط من جرايبنا وأهالينا وأصحابنا وحبايبنا، قال لك أسيوط تختنق. طيب فين وزيرة البيئة؟ طلعت بيان؟ قلت حاجة؟ هتقولي صورة أسيوط كده مع من اللي حاصل هناك؟